يسعد لي هالمساء. آخر يوم بالإجازة نخليه مفيد ومعلومة بسيطة وحلوة. طبعا هذه أشهر خلطة، وهي الخلطة الثلاثية المعروفة لتفتيح تصبغات، توحيد لون البشرة، الكلف، أي آثار حق حب الشباب. المهم أن توحد لون البشرة والتصبغات اللي فيها، بحيث أنه تخفي هذه التصبغات أو تعالج هذه التصبغات. وعبارة عن ثلاث كريمات: كريم مقشر الدفرين، هاي كوين اللي هو المفتح، ويضاف لنسبة من الكورتيزون خفيفة عشان شي نقول إحنا ما نتعدى 3 أشهر من الاستخدام عشان نقلل أي تحسس موجود بهالتركيبتين. ليش أنا وايد أفضل هذا؟ طبعا هذا من أكثر الأشياء اللي أوصفها، وهو بديل، ركزوا عن معاي، بديل للخلطة الثلاثية، أخف لأن في هذين الاثنين، ولكن هذا بنسبة 2%، وفوق هذا كله مو موجود الكورتيزون نهائياً بهذا الكريم. فعشان كذي أنا أعشقه ودايماً أحط طريقة لاستخدامه. حفظوه، ديرما لايتنينج هو أقوى كريم عند ديرما للتفتيح بلا منازع. فأنتوا إذا عندكم تصبغات تقدرون تبتدون هذا ككريم واحد، أول شيء كريم واحد وما يحتاج نخلط بكل مرة، ثاني شيء ما في كورتيزون وفي نسبة أقل من الهيدروكوينون، ليش أروح 4%؟ يمكن من 2% تكفي وتكون زايدة عندي. وعلى فكرة ترى هذا خالي من البرابين بعد، يعني كمنتج طبي 1000000% تركيبته خطيرة لتفتيح التصبغات. قاعد أقول لكم قوي جدا، قاعد أوصفها بالعيادة من أول ما بديت، ما شاء الله تبارك الله النتائج خيال يا بنات، خيال والله العظيم. وسعره شنو؟ أقل من 10 دانير سعره حتى. المهم تقدرون تستخدموا الخلطة الثلاثية على راحتكم، تقدرون تستخدموا الخلطة الثلاثية، ولكن هذا كبديل أخف. طبعا نقدر نبتدي بالشيء الخفيف أفضل، ودائما أنا أقول لكم تدرج، يعني تحطونه ليلا ولازم حماية الصبح، إذا ما تحملتوا يوميا تخلونه يوم وترك، 3 مرات بالأسبوع مثلا، عرفتوا؟ هذه النقاط كلها مهمة. في مثلا بنات يطرع على بالهم يقول دكتورة ما ترايلوما وبيجمنور بدال الخلطة الثلاثية لكن فيها نسبة من الكورتيزون، احنا قاعد نقول هذا بديل أخف من غير كورتيزون، فكلهم آمنين كلهم حلوين، ولكن أنا دائما أروح حق الأخف. وأنا هذا كبراند وايد أحب أتكلم عنه، لأن أنا عندي وايد متابعات تبارك الله من السعودية الحبيبة، عندي من الإمارات غالين كثير على قلبي، وعندي متابعين عندي بالبحرين، عندي من أغلب دول الخليج، فهذا متوفر أصلا بدول الخليج، يعني هذا حتى البنت ما تتعب بالوصول له، يعني بدول معينة موجود ببوتس، عندنا إحنا موجود بصيدات معينة، عندنا أونلاين في أرقام معينة حق الدول هذه، فبالتالي سهل إن الوصول له، وغير إن سعره حلو، تركيبته طبية جدا جدا مفيد، راح أحط لكم تفاصيله. أنا لما أتكلم عن هذا من ديرما كبديل أخف للخلطة الثلاثية، دائما أتكلم عن هذا من لينات ديرما مقاربين لبعض، نعم، لأن هذا فيه ريتينول ولكن هذا فيه بيبتايدز وهيرونيك أسيد، فهذا راح يكون للتجاعيد وايد أقوى، ولكن هذا لتفتيح التصبغات وايد أقوى. دكتورة أقدر أمزج بين هذين الاثنين بالاستخدام؟ نعم، ولكن يفضل أن نخلي بينهم ساعة ودائما نختم بكريم، دائما دائما نختم بكريم، أو نقدر نخلي هذا يوم وهذا يوم بالليل ونختم كذلك وراهم بكريم. راح أحط لكم طريقة الاستخدام، سواء أنت عندك بس تصبغات تستخدمين هذا، سواء أنت عندك تجاعيد وتصبغات تستخدمين هذين الاثنين، سواء أنت مشكلتك الأساسية بس تجاعيد مع شد الترهلات والتعبئة للبشرة، راح تستخدمين هذا. فعشان شي تعرفون الفرق بين استخدامهم، على فكرة اثنينهم خاليين من البرابين، براند ديرما خطير ولا أروع، أسعاره خيال.
أعتقد لاحظت كبراندش كثر منتشر ومتاح وسهل. يعني في مرات تقول الدكتورة لما تكلم عن شيء موجود بالكويت على ما يوصلنا ونتعب وعلى ما نلاقي وساعتين قطع. لا لا، الحين أنتم سواء بالبحرين، بالإمارات، بالسعودية موجود ببوت، بالسعودية موجود بصيدليات الدوائية، عندنا بالكويت موجود بصيدليات الجمعيات، موجود ببوت، عندنا رقم للتواصل بالكويت، عندنا رقم للتواصل بالإمارات، في أونلاين عندنا بالكويت. يعني في، يعني أنا حط التفاصيل هذه كلها على المنتجات وين تلقونها، تمام، وبأفضل الأسعار. والله يوفقهم كبراند. صراحة أنا أتشرف أني أتكلم عن براندات كذي، صراحة وايد حلوة وكتركيبات غنية. يعني أنا كدكتور لما أبي تفتيح أكيد أبي شيء فيه نسبة من التقشير، نسبة من المفتحات، أبي مثلا شيء حق الشد أو حق تعب التجاعيد، أكيد أبي ببتايد زهارونيك أسد ألقاب، هذا حق التفتيح فيه التركيبات. فوايد يسهل علي الشرح وإنه ألقى الشيء المناسب حق البشرات ومشاكلها.